نستكمل المحاضرة رقم 14. احنا كنا وقفنا عند انتاج الفيديو اللي بيبين حركة الشمس والظلال المتكونة على المبنى طوال فترة عام كامل، بتبدأ من 1 يناير إلى 31 أغسطس 2020 طبعا الساعة 2 الظهر. هنشغل الفيديو، طبعا ده بيطلع في صورة AVI فايل، انت بتسيبه في المكان اللي انت عايزه، وبعد كده بتشغله هتلاقيه يديك هذه النتائج. طبعا بيبين لك في كل لقطة اليوم، الساعة طبعا ثابتة، لكن بيبين لك اليوم من السنة وماشي طبعا داي باي داي لغاية لما يوصل لآخر السنة. وده زي ما قلنا مفيد في زاويتين، معلش بكررها يمكن للمرة الثالثة أو الرابعة. الزاوية الأولى إن أنا أستفيد تصميميا من المعلومات دي، إن أنا أبقى عارف إيه الوجهات اللي بيسقط عليها الظل، إيه الوجهات اللي وإمتى طبعا بيسقط عليها الظل، وإيه الوجهات اللي باستمرار في الشمس أو يعني جزئيا بتتعرض للشمس، وإيه الأوقات اللي الوجهات دي بتكون فيها مشمسة. النقطة الثانية إنه أنا بحدد الأيام أو الساعات اللي تديني لقطات في الريندرينج يعني أفضل من غيرها. يعني مثلا اللقطة الأمامية دي مبينة لي إن يوم 30 ديسمبر الواجهة دي بالكامل مضيئة والواجهة دي مظلمة. لو أنا عايز أأكد على بعض التفاصيل في واجهة المدخل دي معناها إن التاريخ ده مش مناسب، يمكن أدور على أيام أخرى تديني الواجهة الأمامية دي في الظل، ويبدو إنها هتبقى في يعني محتاج يمكن أغير الساعة بالإضافة إلى تغيير اليوم علشان تديني الواجهة الأمامية في الضوء، ويمكن تبقى الواجهة الجانبية في الظل عشان ده يديني نوع من الكونتراست في الريندرينج. دول يعني الحاجتين المهمين اللي يعني أنا بستفيد منهم لما بعرف إزاي أحرك الشمس أو إزاي الشمس بتتحرك في المبنى. طيب نرجع مرة تانية ندخل على السان سيتنجز. احنا اخدنا الستيل زي ما قلنا ساعة محددة في يوم محدد في مكان محدد، سنجل داي دراسة لحركة الشمس على مدار يوم كامل من اي ساعة الى اي ساعة، او اقول له السن فروم سان رايز تو سان سيت. المالتي داي دراسة على مدار عدد معين من الايام وممكن تمتد لكامل السنة. وفي النهاية اللايتنج هتقول له بس زاوية الارتفاع كام وزاوية يعني الزاوية اللي هي بتتحكم فيها في حركة الشمس كام. يعني مثلا هو حاليا 35، هقول له apply، هتلاقي أفقيا الشمس بتميل بزاوية 135 درجة على الشمال والارتفاع بتاعها 45 درجة. بغض النظر بقى الكلام ده بيحصل او ما بيحصلش، موجود في يوم في يوم معين في السنة في ساعة معينة في السنة او لا، انا بفترض الفرضية دي علشان ممكن استخدمها للريندرنج لكن مش لدراسة حركة الشمس. يعني ده السيناريو اللي احنا كنا المفروض بنتكلم عليه، واجهة رئيسية في الضوء وواجهة جانبية او ثانوية في الظل، واقدر اتحكم طبعا في الكلام ده زي ما انا عايز. طيب وبنفس الطريقة أقدر طبعا أحدد المستوى اللي بيسقط عليه الظل علشان أحصل على أعلى مستوى من الواقعية. طيب حاجة يمكن أخيرة، إن حركة الشمس مش يعني مش مقصورة على 3D أو الأيزومتريك فيو. ممكن الكلام ده كله ينطبق على طبعا زي ما شايفين كل التغييرات اللي احنا بنعملها لا تؤثر على البلان اللي معمول كووركينج درونز. اللي انا كنت بقول ان مش لازم حركة الشمس دي تسقط فقط على ال 3D ديفولت 3D فيو. اقدر كمان اخد كاميرا في اي اتجاه ليكن مثلا الزاوية دي، واتحكم في بعض خصائص الكاميرا. الكاميرا دي هتبقى ليها درس اصلا مستقل زي مثلا بهذا الشكل، و اصغر طبعا انا عشان مش باني السايت، فالدور البدروم والقواعد ظاهر، لكن طبعا لما يتبني السايت الكلام ده كله مش هيظهر. هفعل السن سيتنجز من هنا، هقول السن باث اون، هقول له كونتينيو ويز كارنت سيتنجز، وهقول له كمان بين لي الظل، فهيبين الظل في اللقطة اللي انا اخدها. يعني ليس بالضرورة ان انا اشتغل في 3D، لا ده ممكن في الكاميرات يظهر
هذا الكلام. انا حقيقة ما عنديش فكرة حتى في البلان الكلام ده ممكن يظهر ولا لا، خلينا نجرب ونشوف. كمان يظهر في البلان، يعني في كل المسافات. اذا يمكن الواجهات والقطاعات لا، او يمكن ايوه كمان ما عنديش فكرة، ممكن كلنا نجرب. وطبعا برضو الظل بيبان الظل، وان كان طبعا بشكل غير منطقي. مش منطقي انه يظهر بهذا الشكل يعني ان بلان، لكن بيظهر السامبل دياجرام، فبفهم منه على طول. يعني بشكل 2D يعني الشمس بتتحرك منين لفين، يعني زي ما هو باين الشمس في هذا الشمال في هذا الاتجاه، وده الشرق وده الغرب. في الشمس يوم 31 ديسمبر بتشرق الساعة 7 ودقيقة، وبتشرق طبعا على الواجهة الكبيرة دي، الواجهة الجانبية دي، وبعد كده تبدأ تلف حوالين المبنى وتبص على الواجهة الخلفية، ويمكن الواجهة الطويلة التانية اللي هي ناحية السلم دي بتلحق تشوف الشمس قبل الغروب بحاجة بسيطة. فده بيفهمني حركة الشمس في الموقع وتأثير ده في التصميم. أتخيل كده نكون خلصنا يعني كل ما هو ليه علاقة بحركة الشمس وتأثير ده على الديزاين وتأثير ده على الريندنج، ونراكم إن شاء الله في محاضرة قادمة. السلام عليكم.